86 كان المنتخب المصري بطبيعة به. دكتور اللي يهمنا برشا بتيتر في المجموعة هذه هو منتخب المغرب. سؤال، منتخب المغربي في المجموعة هذه بعد المونديال بعد الكلام الكبير اللي تقال، هل سيجد نفسه في طريق مفتوح في البول هذه وإلا سيجد عدد من الصعوبات؟ طريق مفتوح ما فهم حتى فريق في طريق مفتوح، لأنه المنتخبات اللي تلعب في الكاس الأفريقية هذه تحسنت برشا، ورينا حتى المباريات الودية، ودير المغرب تلعب توا مع سيراليوني في منتخب مغرب منتخب سيراليوني مباراة ودية حاليا، معناتها وبدأ الماتش عند ربع ساعة. حبيت نقول لي ماهيش سهلة، معناها المجموعة كما يتصور بعض، تنزانيا صحيح فهمتي ما عندهاش تاريخ كبير، ما ربحتش مباريات من قبل في الكان، لكن منتخب الكونغو ديمقراطية، منتخب معناها فهمتني عنده برشا معناها فهمتي تاريخ، وأيضا منتخب زامبيا اللي هو بجنراسيون جديدة. ما نساوش اللي كونه اليوم المغرب مطالبة باش تكونفيرمي رابع العالم، معناها اللي وصلت له في النصف النهائي متاع الكاس العالم. المجموعة كيما حكينا عليها الناس كل عديد المرات هي مجموعة متكاملة، مجموعة في عديد اللاعبين المخضرمين واللي شاركوا في كاس العالم الأخيرة، بالإضافة إلى لاعبين جايين من فريق الشباب، معناها مش باش نرجع ونحكيوا على أسامي الكل، الأسامي اللي عملت صولات وجولات في قطر، بونو، زياش، بوفال، نصيري، مرابط، وناحي، بوفال، ملاح، هذو هما معناها أمين عدلي اللي نعزيوه بالمناسبة بوفال والدته وربي يرحمها، ورجع مع المنتخب، عنده عديد الحلول خاصة على مستوى الهجوم. وعلى مستوى وسط الميدان يقعد بعد فهمتني، ولا على مستوى الدفاع فما عديد أسامي جديدة، السيس موجود لكن فما برشا أسامي جديدة جايين من المنتخب الشبان. المنتخب المغربي مش يلعب مبارياته معناها فهمتني ولا بكل حذر، راكراكي داير حتى في تصريحه سواديزان ما حدش المنتخب المغربي من بين المرشحين للفوز باللقب، لانه كلهم قالوا ما نجم المرشحين هو جمال بالماضي كل يلعبوا في الجيم، لكن كل المرشحين وكل النقاد الرياضيين يراو اللي المغرب على نفس الوتيره وعلى نفس معناها فهمتني الحظوظ، كل منتخب سنغالي يراو فيهم هما الزوز اللي قادرين معناها اكثر منتخبات معناها تنطلق بحظوظ وافره للتتويج. لو يخرج المنتخب المغربي على راس المجموعه باش يقعد يلعب في نفس في ساو بيدرو وينجم معناها يوصل بعيد، لانه منتخب عنده العديد من معناها عنده العديد من العناصر الفرديه، وعنده ايضا روح المجموعه، وعنده لاعبين على مستوى عالي. ونتصور المره هذه المنتخب المغربي عودنا في الزيديسيون الفارطة، بون خرج ضد مصر ضربات جزاء 1-2 بلوتو في الزيديسيون، لكن عودنا اللي كونه فما برشا خايبات في الكان فهمني قبل، معناها المنتخب المغربي ماهوش منتخب منتظم في مشاركاته، صاروا برشا مشاكل ما بين لاعبين ينشطوا برا وما بين لاعبين ينشطوا في المغرب، وتعالت الاصوات والاقاويل اللي فما برشا لاعبين ما يحبوش يجيو وكانوا يخرجوا حتى من الدور الاول، معناها كانوا يترشحوا زوز برك مصر فهمني. لكن توا تحس لي وليد الركراكي حط تيمبو، حط معناها لحمه كبيره فهمني، حط اوبجيكتيف على خاطر التاكيد. المغرب مشيت خسرت ضد جنوب افريقيا في تصفيات من بعد 2-1 بعد ما عملت الانجاز التاريخي، من بعد ربحت البرازيل وراجعه توا معناها بقوه. نتصور المنتخب المغربي باش يكون له باع وذراع في كاس افريقيا هذه، وعنده كل مقاومات نجاح. هو لحد الان في 18 دقيقه لعب منتخب المغرب متعادل مع سيراليون 0-0. نعيم الساسي، بعد الحضور بالنسبه للمنتخب المغربي في المونديال، بعد البريستاسيون الكبيره، بعد الاداء الكبير، والصراحه شرف كبير كان العرب بالنسبه لنا حضور المنتخب المغربي في المونديال الاخير، هذا يزيد يحمل نوعا ما مسؤوليه كبيره لوليد الركراكي، معنا غير مسموح بتاتر، لانه العباد اللي تحكي شنو تحدث انه اليوم المغرب في طريق مفتوح نحو الفوز باللقب، مش تعدى انه الدور الاول. نوعيه ضغط هذا قادره باش تاثر على المنتخب المغربي ولا لا؟ ضغط ما نجموش نقولوا ضغط، لانه اغلبيه اللاعبين هما محترفين، يعني ناس تلعب في اعتى البطولات الاوروبيه تقريبا. المنتخب المغربي هو اكثر منتخب عنده لاعبين في البطولات الخمس الكبرى، يعني 15 لاعب مش بشويه، اكثر ثاني معناها فريق منتخب من الناحيه التسويقيه، لاعبين يعرفوا شو معناها منتخب، خاصه بعد الكوب دي موند ولات عندهم
لحمه كان يقول صادق انه قبل كان فما بروبليم دو ستار، ستار المره هذه في المغرب هو راكراكي، لانه راك هو اللي وضع حجر الاساس للمنتخب هذا بعد ليلوزيتش اللي خرج ما كانش يعرف يسيطر على الجروب، لكن خاطر الجروب في المغرب جروب من الهولنديين معناها والبلجيكيا مع بعضهم والفرنسيين اللي يلعبوا في فرنسا مع بعضهم وكذلك اللي يلعبوا في المغرب، لكن عمل توليفه مزيانه وزادت خلقت في الكوب دي موند بعد الرابع عالميا مش بسهل انك وحتى حد انا بالنسبه لي انا بعد المغرب افريقيا ممكن شويه لكن مش ينجم يعمل اللي عملته المغرب في قطر، يظهر لي بالنسبه لي انا اكثر منتخب مرشح للبطوله الافريقيه هذه وباش يكون المنتخب المغربي باكثر حظوظ على غير العاده، لان كنا ديما رشحوا اكثر مرشح ينال اللقب بالنسبه لي انا اكثر مرشح يعني شوف راهو ديفوار نيجيريا شوف راهو بالنظر للاسامي راهو راكراكي عنده منتخب وعنده منتخب اخر والاسامي اللي عنده في ال11 تقريبا بنفس الكاليتي اللي عنده في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ 11 الاساسيين، هذه الميزه اللي عند راكراكي لانه عنده لاعبين متنوعين يعني حتى في كل في كل في اللي بوست الكل عنده اشرف حكيم يلوموا عليه اللي كونه تخلف في ستيريوتيب نتاع خلينا نقولوا معناها اي سي باري انفونتي معناها ما لقاش حلول جديده، معناها الناس كل عرفت المنتخب المغربي كيبدا مطالب بصنع اللعب الأربعة ثلاثة ثلاثة نتاعو باش يكون موجود، معناها ملا وكما يسابيل مرابط وناحي باش يكونوا في الوسط، خنوس لعب شويه معناها شويه عوض مليح، لكن القدام بوفيل زياش نصيري بوفيل راهو بوفيل حسب اللي مضروب ليه بخلاف انه مضروب راهو راكراكي كعيط له قال له ماكش باش تلعب تيتولير اي نحكي لك هو توا نحكي لك النقاد اللي نتبع برشا منتخب المغربي ونتبع برشا الاراء خاصه في المباريات الوديه مثلا اللي بعد البرازيل عملوا 0-0 مع البيرو عملوا 0-0 مع الكابفير اللي ربحناها فما شويه تذبذب فما شويه انتقادات بدات اللي هو ما حطش فهمتني ولا دماء جديده هيك علاش عمل نحى 11 لاعب بارابور للكوب دي موند فما ملاعبيه جدد اي نحكي لك هذا في البيريود اللي من الكوب دي موند لليوم هو صار عليه برشا انتقادات خاطر معناها ابار مباراه البرازيل خسر مع جنوب افريقيا هو الاربعة ثلاثة ثلاثة نتاعو هذاك واضح ديما يلعب معناه بالطريقة هذيك وبعد ساعات كيبدا ما عندوش كورة يسكر في الاربعة خمسة واحد توا اش عمل معناه هو ربح ليبيريا صحيح ثلاثة بلاش لعب يلعب توا معناها مع ربح تنزانيا في المباراة الأخيرة تاع كأس العالم لكن هو بجوده يستناو فيه باش يعطي نسخة أخرى تكتيكيا وباش يقنع إنوفاسيون صحيح فوالا خاطر تعرف أنت ناصر في الكورة كي تبدا توصل للتوب لعبيت تولي تقرا لك ألف حساب وتولي فهمتني تحضر لك مش كيما المغرب اللي ربحت بلجيكيا وتعديت بنالتيات مع إسبانيا ومع البرتغال وكل شيء هذيك الناس كل قراتها وعاودتها وشافتها وحضرت لها والمنتخبات الكل توا مثلا ما نجموش نقولوا اللي كونوا المغرب اليوم صحيح فافوري وعلى الورق وكل شيء لكن فما لاعبين زادوا عامين في العمر كيما سيس كيما جيرد كيما حكيمي كيما مزراوي كيما معناها مرابط اللي مش قاعد يلعب بانتظام وناحي مش قاعد يلعب في مرسي شو عبد الحميد يونس 36 سنه من ريمس صحيح اي فوالا حبيبي ما تصورش خمه في العمر في لا فما عمر زاد فما عمر قدم وفما لاعبين ما همش في احسن حالاتهم ما همش في فورمه كبيره مرابط ما يلعبش براتيكمون في مان يونايتد كيلكو ماتش لعب وناحي ما يلعبش بوفيل كيف كيف بونسيري يلعب عاودت امين اللي ما كانش موجود عنده امين عاد يلعب امين حارث امين حارث حبيت اقول اللي الركراكي عنده خدمه معناها نحب نعمل شيماتيزاسيون نحب نمثل معناها الوضع الحالي نتاع المنتخب المغربي كيما وضع بالماضي وقت اللي تحد تحط بعد الكاد ربحها في 19 تحط قدام اختبار اخر اللي هو باش يعاود يثبت النفس خرج من الدور هو هذايا تو اللي يستنى فيه الركراكي السؤال يسأله لك حاتم نتاع الضغط والبريسيون موجود لكن انا فما حاجه اخرى زاده مهمه حاتم والاولاد الكل انك اليوم مدرب احنا نذكروا وليد راكراكي كيفاش جاء معناتها جاء بعد اخر دقيقة في الدقيقه 90 جاء فعمل انتجراسيون عرف كيفاش يتعامل مع الجروب اليوم مش نفس الوضعيه خاطر راهو تعرف هذيك لو تون احنا ملاعبيه خبيث راهو بصفه عامه ينجموا يفهموا المدرب نفسيته وين وينجم يحب واش ما يحبش وين يطلع وين ما يطلعش وين يتغشش وفانا فاز وفانا مرحله هذا من كل الحاجات ينجموا يبنيوا عليهم باش تقعد هنا شخصيته كيفاش ينجم يتعامل مع الحاجات هذوما كيفاش ينجم يوظف الملاعبيه هذوما اللي هما بتاتر ما همش نفس الملاعبيه اللي موجودين في كاس العالم في قطر لا نفس ليتا ديسبري
كما قالك السيدك البعض منه راه اللي كان يلعب في بطوله اوروبيه لقى روحه في السعوديه واللي لقى روحه في صحيح. في فرنسا لعب ايور هذا الكل الوضعيه لابد المدرب يعرف كيفاش يتعامل معها هي ناصر كي تبدا من غدوم كيما راكراكي اون بلوس دو سا عنده براتيكمون نفس لاج نتاع اللاعبين يظهر لي ما تنجمش تفلت عليك معناها 27 ولا 26 اي انت كومينيكاسيون راه وش نقول لك كانوا كانوا ما يعرفش خاطر من الاول هو بيدو قاعد يفركس في روحه باش يستلي روحه مش بنفس الاسم اللي جا بيه هو بعد كاس العالم ولا وليد الركراكي مدرب كونفيرم اما حاجه اخرى اما حاجه اخرى مهمه برشا يفوا تعدى المجموعه في الكاس العالم يفوا المغرب تعديت المجموعه ولا منتخب الناس كل ولا منتخب العرب الكل ولا منتخب الفرقه الكل توا منتخب المغرب فقط فقط ذريعك توا على الناس كل افريق والناس كل تحب تهز والناس كل تحب توصل فما حاجه اخرى زاد ملايين كانوا يشجعوا فيه وانت توا هزيت ثنية اخرى انا نقول لك اليوم المنتخب المغربي سي لو ما باتر الناس كل تحب تغلبوا الناس كل تحب تربحوا اللي ينتصر على المنتخب المغربي يعتبر انجاز وصل للدور نصف النهائي هذا سيدا يلزمك تاخذه بعين الاعتبار علاش عمل هو عمل في التصريح نتاعو قال لك احنا ماناش مرشحين هذاك علاش فقط نثير نقطه فيصل شعبان اليوم ولا لاعب من البطوله المغربيه في قائمه وليد الركراكي فما عطيت الله موجود لاعب وحيد في قائمه المغرب معناها ما فهمتش انا فما بن عبيد حاس فما بن عبيد مش فيكم بتبيعة كما نقول أساسي لكن نحكيه على ياسين بونو معنا ما فهمش صاحبنا مهدي بن عبيد في قبل نتنافسه معنا نقوله احنا قبل ياسين بونو معاها الحراس المرمى الأخرين لكن بالحق اليوم كان نلقاه الوداد المغربي وإلى الرجاء وإلى لاعب وحيد وإلى هاني لوزيت سيرا وسيل في الليستة متعوه ما عنده حتى ملاعبي من المغرب اي معناها حاجة على عدم وجود جبران وعلى عدم